اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده. قبل ما نبدا حلقتنا انا احب اشكركم على 1000 مشترك وعلى الدعم اللي انتوا دعمتوني وعلى التعليقات الحلوه او الوحشه. يلا نبدا الحلقه. انا النهارده هتكلم عن iOS 13 اللي هو في هواتف ايفون 11 برو ماكس الجديد. طبعا النهارده قبل نزلت يوم 19 سبتمبر نزلت او مش 19 سبتمبر بالظبط، يعني بصوا فوق انا المواعيد عندي بايظه خالص. تمام، قبل نزلت لايفون 6 اس تحديث الاي او اس 13. تمام، طبعا هتنزله في 30 سبتمبر، بس طبعا انا نزلت التحديث عندي، انا عندي ايفون 6 اس. طبعا ده بيبتدي من ايفون 6 اس لفوق، لكن ما بتد... يعني اللي تحت ده كله من 4 ل 5 ل 6 ل 6 اس ل 6 بلس 6 اس، هي اللي بتبدا من 6 اس لفوق. تمام، طبعا هو بصراحه التحديث جميل جدا. تمام، مشوفتش منه ولا عيب عشان لسه محدث طبعا، ودي طريقة التحديث بتاعه. تمام، ودي مميزاته اللي يعني في خافض الصوت ورافع الصوت. تمام، ده طبعا كانت على الشاشة نفسها. تمام، دلوقتي بقت على جنب. تمام، حتى الكاتم الصوت برضو كان نفس الحكاية، بيضايق تمام، بيخفي الشاشة كلها يعني. طبعا بقى على فوق برضو. تمام، بص هو الفيديو اللي هو الكلام اللي انا شرحته ده كله. تمام، طبعا في الدارك مود برضو واللايت مود هو برضو في مع الفيديو. طبعا طبعا هو البرنامج النظام دوت مجاني 100%. تمام، طبعا هو في خدمة الألعاب اللي هو أبل أركود، ماشي أركيد. تمام، وفي الجوجل ستريت، وطبعا اللي هما بيحبوا السيلفي تعالوا لي. طبعا في الأدوات تحرير الصور والفيديوهات الجديدة. تمام، يعني فيها تحديث خرافة للسيلفي خاصة. طبعا التحديث دوت يعني اكنك ماسك ايفون 11 برو ماكس، يعني ايزو 13 اي او اس 13. وكده يبقى كل حاجة. كده يبقى خلصنا الفيديو، واحب اشكركم برضو تاني على 1000 مشترك والدعم الكبير. هو مش كبير قوي، انا هدفي اللي انا اوصل 100 مشترك، 100,000 مشترك و10,000. بس تمام، حلو الألف. تمام، دي الكومنتات الحلوة. تمام، وكده يبقى خلصت نهاية حلقتنا. متنسوش تعمل لايك سبسكرايب، وإلى اللقاء.